يصفي العبد نفسه وغيره بتوفيق الله تعالى من الشرك والبدع والمعاصي وسائر أمراض القلوب من الحسد والغل والحقد، وكذلك من التصفية تمييز الصفوف، فيبتعد أهل الباطل عن أهل الحق، كما قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقال تعالى في الآية التي بعدها من سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل وعلا في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والتربية على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة وعلى السنة وعلى الطاعة وعلى صحبة الأخيار والابتعاد عن الأشرار. وجاء هذا اللقاء وتكلم هؤلاء الإخوة المشايخ والأساتذة عن أسباب الثبات، وهذا كتتمة لذلك الموضوع. فبعد أن عرف العبد الحق من الباطل واستقام على الحق، كيف يثبت عليه؟ ولذلك إن شاء الله تعالى مواصلة لما بدأ من الكلام، أذكر أو أقف بعض الوقفات لعل الله تعالى ينفع بها المتحدث والسامعين. الوقفة الأولى، والكلام يقوي بعضه بعضا ويتمم بعضه بعضا، يعني فيه بعض الكلام فيه تشابه وتطابق بين ما ذكر وبين هذا الكلام إن شاء الله تعالى. من أعظم أسباب الثبات على الحق هذا التوحيد. قال جل وعلا في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. في تفسير ابن كثير: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، كشجرة طيبة النخلة أصلها ثابت، كما أن النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء، فلا إله إلا الله أصلها ثابت في قلب العبد وهي صاعدة إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة ككلمة الكفر والشرك، كقولهم إن الله ثالث ثلاثة، وكقولهم اتخذ الرحمن ولدا، وككلمات الكفر من الدعوة إلى ادعاء علم الغيب وإلى دعاء غير الله وإلى غير ذلك من كلمات الكفر والشرك. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة الحنظلة، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، وهكذا المشرك لا دليل له. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قال الجامي:
رحمه الله هذه صفة كاشفة، ما بمشرك عنده دليل صحيح، ولو جاب دليل أتى بدليل صحيح فإنه يكون ردا عليه، أصله بكون معه، لأن الله تعالى أمر الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بعد ذكر الآيات دي في سورة إبراهيم بعد قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهم أصحاب الكلمة الأولى طيبة، ويضل الله الظالمين وهم أهل الكلمة الثانية الكلمة الخبيثة الشرك والكفر، ويفعل الله ما يشاء. انت لو دار تثبت على الدين ده عليك بالتوحيد والعقيدة الصحيحة، تتوجه إلى الله، تدعو الله وحده، تفر إليه، لا تلجأ إلى الأموات ولا إلى الغائبين ولا إلى المقبورين، لا تسألهم قضاء الحاجات ولا تفريج الكربات، وإنما تدعو الله وحده لا شريك له، لا تعلق التمائم ولا الحجبات ولا تذهب إلى الدجالين ولا إلى المشعوذين ولا إلى السحرة ولا إلى العرافين، وتقول لهم ضاع مني الشيء الفلاني وكذا وكذا وكذا. فده التوحيد يا جماعة. الوقفة الثانية في هذه الفتن الثبات على الحق بالعمل الصالح. جاء في صحيح مسلم، أنا أدوب بديت أفتح، أصبر لي شوية، أصبر لي أمورك بتمشي يا عبود، طول بالك، كلهم بجيك لهم الشباب ديك، أصبر لي شوية بس. أنا ما شفتهم لما جيت داخل وجيت شباب، تكيفت جدا، شباب واحد قاعدين فيهم خير، والله تكيفت جدا أكثر من قعدتكم أنتم جايين، بس تصبر لي شوي، ننزل معنا السودانيين وهم سودانيين، ان شاء الله بتمي ان شاء الله. فالعمل الصالح جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال. شوف دعاك تعمل الاعمال شنو؟ الصالحه، لانه في فتن وفتن ما سهله. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الزول يا جماعة الأعمال الصالحة من أسباب الثبات والاستجابة لأمر الله من أول وهلة، جاك الحق طوال يستجيب. قال تعالى في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الناس يا جماعة في فتن خطيرة جدا. وفي صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. الان الزول المستقيم ولعلى الحق ولعلى التوحيد والسنه، والله غريب اشد ما تكون من الغربه في زماننا هذا، والله اعلم بما ياتي من الازمنه ان بقي في الدنيا شيء. فتن عظيمه جدا يا اخي. الزول تعرف المستقيم شاب بالتحديد، الشاب زي زول راكب له عربيه، عربية جديدة ومالية ذهب وقروش وأشياء، وفيها زوجته شابة وفيها ولد ولا ولدين من أولاده وملانة حاجات، وجا دخل له محل الساعة 1 صباحا، محل مقطوعة ومحل بتاعت حرامية ومجارمة والعربية بطلت
وفجأة لقى الجماعة دين جايين عليهم ملانة قروش ومرته وأهله وكذا، وأي زول دار يشالبوا بيجاي بيجاي وعنده أسلحة بتدمرهم كلهم دين. الزول لو رجف بيشيلوا أسلحته دي وبينتهوا منه وبينتهكوا عرضه وبينتهوا من أولاده وبشيلوا أمواله، موضوع انتهى. ولو ثبت شجاعة بسيطة كده بس توفيق من الله سبحانه وتعالى، دي الكلون كان ما ضربون بس مجرد ما طلع أسلحته دي بيجروا جد. الليلة الشاب المستقيم من البيت بيواجهوه قطاع طرق، من البيت خشوا النوم تلفزيون شغال روتانا شنو وبي شنو ما بعرف وإس شنو وبلاوي، مرق برا الديوان بلقى ولاد عمه جوه، واحد خاتي سف، واحد بيجر في سجار، واحد بيتونس في القروش، واحد في رجال الأعمال، واحد موظف في بنك، واحد موظف في وين، يلموا فيه وكذا يشتغلوا فيه. مرق برا الشارع بيستلموا جماعة، مشى الجامعة بنات ويسخروا بيه وأولاد، جاءوا المجتمع الشباب كلها في النهاية بلاوي. فتح النت دار يخش لمحاضرة مسافة صلاة هذول، موضوع طويل جدا. محل ما يقبل الزول لجنه، والزول عنده سلاح ممكن ديل تشتي فرتقون، ممكن كلهم ديل فرتقون. باللجوء إلى الله بدعاء الله، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله الليلة الشاب في ابتلاء ما يعلم به إلا الله تعالى، وكم من شباب استقاموا على هذا الدين ووجدوا لذة الطاعة في أول أيامهم، البكاء والدموع، ويقرأ القرآن ينشرح وتلقاه يجي المسجد كأنه جسده دار يطير من الفرح في الطاعة. بعد أيام الغفلة تجيه والمشاكل وركب المواصلات تلفت فتن وبلاوي وأشياء، وقليل من يثبت. ولكن احنا تكلمنا في اللقاء ده لأنه في ابتلاءات يا جماعة، ابتلاءات عظيمة جدا، ولذلك كانت هذه الأمور. أيضا مما يعين على الثبات في هذه الفتن ومما يواجه به هذا الشر الاعتزاز بالدين. الدين ده يا جماعة عزيز، كثير من الناس من جهلهم ومن ضعفهم يحبطون أمام هؤلاء العلمانيين والشيوعيين. أنت بتدعو لي الله ما فأعظم منه، وهم بيدعوا إلى انحلال المرأة، بيدعوا للشهوات، والله كشف لك قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. خليك عزيز في الدين. أنا والله بتعجب من بعض الشباب مستقيم وراجل وتلقاه زي الأسد ماشي، فجأة يجي في نص الشباب يعاينوا له، واحدين أشروا عليه شكله، واحدين يسخروا به، واحدين يقول له: يا أخي أنت بتجن الطريقة دي، بتجن عديل كده، ما ممكن، لا بيت لا ونسة لا أي شيء. بعد شوية شنو تلقي يتأثر كلامي ده، ركز فيه. هسه أنا ببش لك فيوزات معينة تكون جنبك كده، بس تركز شوية. تلقى حتى بعض المستقيمين يقلع الجلابية واللي بس بنطلون ضيق بعلامة الجودة قاعدة وبنطلون ضيق، بعد شوية فنيلة عقنا، واحد لقيته جنب الساعة الخضراء وجا المحاضر وبعدين شنو لابس حقنة وفنيلة بنفسجية. أنا ذاتي قربت بعدين يعني تهجمته، ولبس كيف وشكل كيف وحاجات كيف، وده كله يا جماعة أنا بشوف ما حرام تلبس نظيف ولا تتبهدل، لك ظريف ونظيف ولابس مكوي وكذا، دار تلبس بنطلون وقميص وكذي كونها واسعات واسعات وما فيها تشبه بكفار ولا بغيره وكذي،
ظريفات ونظيفات وكوين وتريق ما في مشكلة، لكن تتأثر بالناس ديل يضعفوك في نفسك، بعد شوية تبدأ تفلفل زيهم، دار تعمل حركاتك زيهم، يخشوا في حاجات انت دار تخش فيها زيهم، لأنك انت تأثرت بهم. خليك شجاع في الدين، ده أقرأ سير الصحابة وسير السلف سير الأنبياء. قال أصحاب هود أو إخوان هود، ودي ما أخوة الدين، وإلى عاد أخاهم هودا. الناس ذي نبذوا وأساءوا له وقالوا لي إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. شوف الرجل الجاء، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم. انتوا كلكم دربكم براكم وأنا دربي براي إلا الأنبياء ديل. إني آمنت بربكم، والكلام ده بحرككم، لكن أنا ما داسيو، فاسمعون فاسمعون. عشان كده من أجمل ما قرأت في سير هؤلاء الأعلام والصحابة والتابعين في هذا الموضوع ما ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة عن عثمان بن مضعون أخو الرسول عليه الصلاة والسلام، عن أخي الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. عثمان بن مضعون لما أسلم جاء إلى الوليد بن المغيرة، وليد زول محترم في وسط الكفار وزول ومجرم، بعدين جاءوا قال لي يا عمه إني في جوارك وأنا اليوم مسلم وأنت مشرك، ولا أريد أن أكون في جوار مشرك. شو الاعتزاز بالدين؟ قال يا بني يا ابن أخي، قال جوار الله خير من جوارك، قال هل رأيت مني سوءا؟ هل مسك أحد؟ قال لا. قال إذن اذهب إلى الحرم وأعلم في الناس. ماشى الحرم والوليد جاء والناس اجتمعوا، قال لهم أما بعد، كنت في جوار الوليد ابن المغيرة وقد أحسن جواري، وأنا اليوم بريء منه ولا جوار لي عنده، وهو مشرك وأنا مسلم ولا أرضى إلا بجوار الله. فالعز ده قال، فقام إليه أحد المشركين ففقأ عينه، ضربوا في شنو؟ في عينه، فسال الدم منها، فنظر إلى الوليد فنظر إليه الوليد قال يا ابن أخي، كنت في جوار منيع؟ قال الحمد لله، جوار الله خير من جوارك، ووالله إن الثانية أحوج إلى ما حدث في الأولى. قال أذول دي أنا دائرة ذا، قال في دين الله، ونحن قال لي وسي ترى أمرنا بالصبر، لكن ما كان ما بالصبر الزيدة ما بيضربني، لكن أمرنا بالصبر. شوف العز في الدين. شكي عبد الله بن رواحة كان بيلبس العصابة الحمراء ويدخل رسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم من يأخذ هذا السيف؟ يمدوا يديهم يقول لهم بحقه. قال فأحجم القوم فأخذه ففلق به هام المشركين، وأنشد، ذكر شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى الجزء العاشر، الجزء الحادي عشر عفوا الجزء الحادي عشر صفحة 628، قال عبد الله بن رواحة قال وفينا رسول الله يتلو كتابه، وفينا رسول الله يتلو كتابه
إذا انشق معروف من الفجر ساطع يجافي يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. أصل كلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بقع بقع. أنت النازل واجهون بالعز يا أخي ياخذ الناس متبعين لينين ونحن متبعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فريق ولا ما في فريق؟ منو اللي بيعرف لينين؟ هسه كان قالوا وصفوه أضانه طويلة ولا قصيرة بعرفوا؟ شافوا كم واحد في كتاب هم بيقولوا الله ما شفناه وما شافوا لينين ومؤمنين به. هسه دي حلوها كيف؟ وما شافوا مؤمنين به. ويجي الواحد جاية مكشفة جسمها ولابسة لبس الرجال يا اخي البنطلون ده لو بقى ضيق في الرجال قبيح يا اخي قبيح. انت اعتز بالدين يا اخي لابس نظيف وهيبه وتجي ماشي والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه الزول اللي بيكون على الحق مش شياطين الانس شياطين الجن اجروا منه. والله في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري هي يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. شيطان ما شايف عمر وبيجر منه وعمر ما شايفه وهو بيجر من عمر رضي الله عنه لأنه على الدين. والناس ديل ما بحرقون إلا الاستقامة. شفت اللافين ديل وفهمون ناس محطمين قايلين الرزق في أمريكا والخير في الغريب وأي شيء. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين دل تحت. قال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. شفت الزول صاحب المعاصي ده تعب ومحطم وخواف وجبان. زول الحق بيكون عزيز والله بيكون عزيز وبكون مهاب. يا أخي شيخ الإسلام ابن تيمية جاب مناظرة حكاه في الجزء 11 اسمه التصوف كتاب اسمه التصوف فرتق فيه والصوفية دي الفرتقة كدي. شفتها؟ وأنا أنصح أي مسلم اقرأ الجزء 11 من الفتاوى بيذكر الدجالين والمشعوذين. في نهايته قال في واحدين اسمهم البطايحية أو البطاحائية كدي مكتوبة. ديل قال ناس بيخشوا في النار والواحد قال بقيف بيقول طوائف يعني بيقول انظروا الى رجال الغيب قال يشير الى العرش قال يشوفوا ناس زي الملائكه هم شياطين يعني. وقال الناس لخبطوا العالم الاسلامي ده لخبطه. في النهايه قال جو صلوا العصر وقال يوم الجمعه قال انا صليت المسجد اكتظ بالناس وقال زعماؤهم جو صلوا العصر ومشوا للوالي قالوا له إن ابن تيمية يؤذينا. ذل الطوالب حذر مننا وبيؤذينا ونحن سمعتنا دي انتشرت في العالم الإسلامي ونحن بنخش النار وبناكل كذا وبناء حديد وأي شيء نحن هنا. الأمير والوالي قال لهم نقيم مناظرة فإن غلبكم فهو على الحق وإن غلبتموه فأنتم على الحق. جمعوا ناس قال شيخ الإسلام رحمه الله فاجتمع الأمراء والعلماء قال وأعيان الناس وكبراء وكبراؤهم واجتمع الناس في القلعة وأرسل الوالي إلى أمير مصر فأتى به واجتمع الناس فجاء زعماء هؤلاء قال وقد قمت من الليل فدعوت الله أن ينصرني وتضرعت إليه واستهديته واستخرت الله إن قالوا لي تدخل النار أدخلها فأنا أتبع الخليل وهم يتبعون الشياطين. قال أنا استخرت بالليل قلت النازل لو في دخول نار بخشها معهم ذاته وقال الله قادر بيحميني. قال فجاءوا إلى القلعة وقلت أذهب لوحدي. قال وكان هذا في سنة 740 يعني عمره 45 سنة الوقت داك.
قال مشيت براي تلاميذي ذاته ما وريتهم، لابن القيم، لابن رجب، لابن كثير، لا ديل كلهم، مشيت براي. شوف الزول ده موحد كيف، براي قال ما شواجه الناس دي، وعمره 45 سنة. قال جاء أو 43 سنة بالتحديد، 43 لأنه مات سنة 728 ودي سنة 707. قال طوالي شنو؟ جيت للناس ذيل في القلعة، فقام الأمير فأتى زعيمهم فقالوا نحن على المذهب الشافعي. طبعا ابن تيمية المذاهب دي، قال لك إذا تكلم مع صاحب مذهب ذكر له ما لا يعلمه عن مذهبه. قالوا له نحن شافعية. أعلم زول في الشافعية حاضر المناظرة. فقال لهم هذا كمال الدين الزملكاني شيخ الشافعية. يا كمال الدين ما تقول في هؤلاء؟ قال هؤلاء مبتدعة شدهم، ما تابعين لنا. قال فقالوا له نحن ندخل النار. قال وأنا أدخلها. أثق لهم نولعوا النار بس. قال فأوقدوا النار. فقال للأمير عندي شرط واحد وأنا أدخلها. قال له وما شرطك؟ طبعا هو فاهم الدجالين. قال له هؤلاء يدهنون بدهن الضفادع والنار لا تأكلها. نغتسل أنا وهم أمام الناس بثيابنا بملح وماء. فقالوا لا نريد مناظرة. قال له شغل زي ده ما ده والله. قال بل المناظرة إلا نخشها. قال لهم ليلة بس الشغلة دي بس كده. قالوا تبنا إلى الله. والله مكتوبة كده في الكتاب، تبنا إلى الله. قال التوبة مقبولة وندخل النار. قالوا يا ابن تيمية كيف ننجو منك؟ قال دي كيف؟ قال له. قال الأمير ماذا تحكم في هؤلاء؟ الأمير خلاص عرف الحق. قال وتبين له الحق وأظهر الرضا، وهكذا الأمراء والناس علموا ضلال هؤلاء في العالم الإسلامي. قال فقال الأمير ما تحكم في هؤلاء يا ابن تيمية؟ قال أكتب لهم كتابا في العقيدة، علمهم وش العقيدة، ويرجعون ويرجعوا إلى الكتاب والسنة، ومن دخل منهم النار بعد اليوم حدي فيه القتل. طوالي ده ذو المرتد بتاع شياطين وبتاع لغوسة وبتاع لخبتة. فقالوا رضينا بهذا. رضينا ومشوا على كده تفرتوا. نزل كان عندهم اعتزاز بالدين، كانوا التوحيد السنة محاربة أهل الباطل، كانوا في قوة. شكد ابن القيم نقل قال الزول في السجن. الزول يا جماعة دخل السجن، ناس مجار مجوة، ناس ناس حرامية وناس كيف، دخل عليهم جوا. قالوا دخل قبل 13 سنة من وفاته، عمره 47 سنة أو كم كذا إلى آخره. بعدين قالوا ديك سنة 700، قالوا عمره بالتحديد ابن تيمية 68 سنة. قالوا دخل اليوم في السجن من لا يشبهنا. والله يا عمك ده قالوا الجاي داخل ده والله ما بيشبهنا. قال فاجتمعوا إليه فأخذ يعلمهم كذا وده صاح كذا وكذا ويكتب في الجدران. 13 سنة بيكتب. فصاروا طلاب علم الجوة ذاته بيقوا يطلبوا العلم. وكان السجان بعدها إذا جاء قال اخرج يا فلان انتهى وقتك. قال لا العلم ما في مرقه. شغل ده جوا هنا نمرق مع الشيخ ده زوجا. قال ابن القيم فجلس ابن تيميه ينشد ابياتا. شوف الزول اللي بعد قوته دي وعلمه وغزارته وكذا وكذا. قال انا الفقير الى رب البريات، انا المسيكين في مجموع حالاتي، انا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده آتي، ولا أستطيع لنفسي دفع جلب منفعة، ولا عن النفس لي دفع المضرات. أنا قال لا بملك منفعة لنفسي ولا بقدر أدفع عن نفسي شنو مضرة. نازل بيعتزوا بالدين يا جماعة، والنازل بينكسروا لله، والشباب اللي تخبطوا ديل ما عرفوا لماذا استقاموا. والله واحد من خيار الشباب اللي كان في بحري ذي هنا
من خيار الشباب كان. والزول لا أصحابه الجو قالوا لي الزول انحرف وتعالى وقعدوا معاه وكذا. جوني أربعة فيهم اثنين استغاموا على يده اللي انحرف ده. قالوا ما جلس مع أحد من الناس إلا استقام توفيق الله. أي زول بس يقول لا أقعد مع فلان ده كر يمشي يقعد معه. الدعوة كذا، توحيد كذا، سنة كذا، صلي في المسجد، ما تبقى مع أي حزب، ما في قيود، ما في زول بيسجل اسمك، ما في جماعات، خليك حر بس مستقيم كذا كذا كذا. بعد شوية يشق الدرب تلقى الواحد خلى الغنى وخلى شنو خلى الشرك والبدع وكر خش الدرب. الزول جيته قعدت معه ما شوفيت في الدروشاب ده. قال لما يدخلوا بيعملوا اي شيء اي شيء في راسه من المعاصي والشر والفجور والشهوات. مشى وجاء وجينا محاضرة في قاعة الصداقة وجيت ماسكه من يده والوقت داك شارب بنجو وزاته. قلت له يا فلان الحاصل شنو؟ قال والله كنا نمشي الحلقات والناس بيحضروا للتوحيد وانا قال بتلفت بعين للبنات المتبرجات. قلت له يا اخي انت دار اسالك سؤالين ما عندي ثالث لين. انت لما استغمت استغمت للناس ولا لله؟ واحد. اثنين، اخير الدنيا ولا الاخره؟ خير يا تا. قال لي هو يا ولد البدوي اي شيء في راسك قاعد هنا قال واي كلام دار تقول لي انا حافظه واي اسلوب دارني ارجع به للحق انا بعرفه. كان دارني صاحب الشباب ديل تاني وامشي معاهم وجهي وكذا والى اخره كله عارف. اسال لي الله الهدايه بس قال لي شغلك ومشى عليك. كثير منهم المعاصي دي يا جماعه شر. كثير من الشباب كثير من الشباب. واحد من شباب سنار قبل يومين ولا ثلاثة يقرأ الجامعة قال ثلاثة بيقوا علمانيين بسبب البنات. ثلاثة قال ديل الجنب خلي غيرهم يعانوا ياخذ تبرج بيتلابس بنطلون حركات كيف عندهم شبكات رموا الناس. أسأل الله أن يعجل بهلاك هؤلاء. الناس رموا الناس عندهم شبكات رسلوا بيت جميلة واحد بقروش واحد بلخبطه واحد بخمره يطعنوا في الدين يسخروا به يسخروا باهل الدين. النازل نسوا الاخره. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ونحن ما بنعين لكن في نهايه المطاف يا جماعه نازل بار الشهوات. قال تعالى بعد أن ذكر مجموعة من الأنبياء ذكر عيسى عليه السلام وذكر يحيى عليه السلام ذكر زكريا عليه السلام في سورة مريم ذكر إبراهيم عليه السلام ذكر يعقوب وذكر موسى عليه السلام وهارون وإسماعيل وإدريس ذكر آدم وذكر نوحا. في النهاية قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن كثير غيا. قال ابن عباس خسرانا. وقال ابن مسعود غيا وادي في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم خبيث الطعم. النزل بارو الشغلة دي وبقت سهلة وبقوا يكرهوا الدين وأهل الدين. أخونا مجتبد الآن قاعد أخونا مجتبدة معليش أنا ذكرت قصص ما من باب القصاصين لكن ده شو واقع ما دارين نضيف به شيء لأن بين الواقع من باب إنك تأتي قوما أهل كتاب تعرف واقع الناس. أخونا مجتبدة حفظه الله قال الحافلة الناس في المواصلات الناس واقفة الناس بيركبوا في المواصلات في الحافلة مشهد بعينه شافوا ما حكوا له. شو الحرب على الدين ده وديل أنا عليك الله في نصهم بكون مدمجر وذليل. أقسم بالذي رفع السماء أقسم بالذي رفع السماء أسأل الله الثبات لنا ولكم جميعا لو الليل غمدنا بكرة الصباح لقينا البشر ديل جت الأرض دي مش بيقوا أصحاب معاصي ارتدوا عن الدين
كلهم نسيل سيفنا لهم، سيف الحق ما سيف الدبابين، ولا نحن تكفيريين ولا دارين نفجرهم، دارين نهتدوا كلهم، شفتها نرد عليهم وديننا ده نرفع نخرتنا فوق بيو، والله الذي لا اله غيره. تجي في نصهم ناس عصاة يا اخي، ده ناس فجر يا اخي، انهم الا كالانعام وانت فوق يا اخي. يرفع الله الذين امنوا، تمشي مطقطق راسك يا اخي في نصهم يا اخي، تمشي تشبه بهم بدل هون يقلعوا خيابتهم دي لبسهم الخايب، وجوك يلبسوا زيك انت راجل، ويمشوا زيك انت راجل، تمشي انت تتكسر لهم، تمشي تشبه بهم وتباريهم وتنكسر لهم ويسخروا بك، والله يسخروا بك، والله يسخروا بك. واحد في البلد ما بصالح البنات، اليوم ذاك جاء براه وحكى لي، جاء دار يرضيهم، البيت مدت يدها طوالي مدها، قالت لي يا اخي عليك تراكب جيت كعب صافح ها؟ شو الناس دل عليك الله؟ تبى ذا قال الناس، قال العربية في المواصلات البيت لابسه نغاب، عليك الله اسمع الكلام ده يا جماعه، ده في بلدنا دي السنه دي 2019 البيت لابسه نغاب والامه جنبها كبيره لابسه نغاب، الود جقعد جنبها قايله بيت قال انتدب ساي وهي لابسه منغب، طبعا النغاب ده بحرق العلمانيين ده الحرقه، انا لو بجوز كان لبسته للغنم شفتها بحريقهم حرقه، كان اي حاجه في الشارع دي ركشه بلبسها نغاب اي عشان حريقهم، لكن في النهاية ما بجوز، بناء عزيز يخطه محل معين. بعدين قاعد جنب البيت بقى يهابش فيها، بيت محترمة بيت مهدبة صغيرة شابة، قالت لأمها الود ده أمها نهرته، انتبه بعد قاعد أزالوا من الكلام، قام على حيله أمها مرة كبيرة وهي شابة منغبات، قلع النغاب من وشها وأداه شلوت في بطنها، الحافلة شد بتتفرج شو المجتمع ده إلا من رحم الله، أداه شلوت في بطنه شتمه ونبزه، شفت كيف؟ قلت له أنت وينها؟ قلت له الشغل ده حاصل كله، قال لي أنا بعيد بشوف الشغل ده، جيت جاري من هناك موكلي بس، قلت له الله يتقبل، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، نحن ما بندعو للفتن ولا المشاكل ولا الضريب، لكن موقف زي ده. قال الشيخ مقبل في تحفة المجيب: أحيانا يكون إنكار المنكر باليد وباللكم، كذب النص وباللكم، أحيانا ناس فجار زي ديل يخص خروا أهل الدين بالعقيدة، ما شوف النهاية للقاضي في حاجات ما بتتحكي لأنه في منهج، ما شوف قدام للقاضي. نسأل الله العافية، نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله يصلح أحوال هذه البلاد كلها، نسأل الله يصلح حالها كلها هذه البلاد، في النهاية هذا حال ناس الدين، والله الذي لا اله غيره. احنا هناك في مجمع يا اخي ناس بيدرسون في التوحيد في العقيده، ما في يومين الا النوم ليه واحد صباحا، ليه واحد صباحا من مشاكل شبهات بتستقيم، امشوا لا في بيتك، الناس ديل يلفقوا التهم، كلام ما بيتقال ذاته وبلاوي لليله تهم، ما في شيء، ما نقموا منهم والله إلا هذا التوحيد، ما في شيء إلا التوحيد ده. ومصائب أهل الشرك واضحة، مصائب أهل البدع موت بدسو من الإعلام، اللي بيقولوا في الموت بدسو من الإعلام، اللي بيحصل لهم لابسين الحجبات والموت بدسو كله، في النهاية يموت فنان يدفنوه في قبة يعظموه، يموت موسيقار يسووا له قبة يعظموه، بلد دي ماشية لحد وين؟ شكايا يا جماعة كونوا عزيزين بدينكم، والله ده درب الحق، وأي زور رجع من الدرب ده فليعلم أنه ما أضل نفسه فحسب، بل أضل غيره ممن حوله يا أخي. يا أخي في ناس بيقتدوا بيك يا أخي، يا أخي ليه تضيعون يا أخي؟ يا أخي سفيان الثوري قال: صار لا يسعنا إلا التبسم، قال قبل كنا عايشين في وسط الناس، لما بقينا أئمة والناس اقتدوا بينا بقينا شدة ما بيقتدوا بينا حتى في الونس، ما بناخذ راحتنا، لا يسعنا إلا التبسم لأن الناس بيقتدوا بينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لهرقل، قال له: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فإن عليك إثم الأريسيين
الفلاحين والضعفاء والمساكين اللي بيقتدوا بيك. يا اخي ده دريب بعدك الله الزول يفارقه؟ ده دريب تفارقه ليه؟ الزايد فيه شنو؟ لا دواعش، قلنا للناس امشوا فجروا نفسكم، ضدهم نحن الدواعش والله. لا قلنا للناس اعبدوا البشر، تبركوا بالتراب، نادوا الاموات، نادوا الصالحين، نادوا الغايبين، لا شلنا قروش بعنا لهم حجبات، ما بيشي. صلوا في المسجد صلاة جميلة تريح الزول، كن منشرح، اقرأ اسمع تلاوة القارئ والإمام، انشرح صدره، يستفيد، امرق من المسجد كأنه وشه دي اتلألأ من النور والراحة، انشراح وطاعة واستقامة. امش في نص الناس ذيل يا اخي، تباري الفواحش يا اخي، ابسط يا اخي، ايدز، سيلان، بلاوي. قبل فترة قاعدين هناك جاب محل الايد، واحد من خيار اخواننا بيحكي، قال جات بيت من اجمل خلق الله متبرجة، قال في النهاية دخلت صرفت شي بتاع ايد زي كده حبوب ولا شنو، قال ملانة ايد ومارقة وكذا، معاصي شرها في الدنيا قبل الاخرة يا امة، شرها في الدنيا قبل الاخرة. جابرك شنو؟ امشي دق الباب طوالي، السلام عليكم يا ناس فلان، هاي دار بيتكم، ادوك شاكوش حكوا وحلق صلعه مش طوالي مسجد بيت ثاني، دق الباب دار بيتكم، عقدوا لك تعال انا بعقد لك، عقدوا لك بعد ذاك شنو؟ شوف الثانيه الثالثه كلام، ما عرف تسجيل الدنار بتسوي لها مشاكل في البيت، بعدين مشاكل في البيت، انا ما عارف ذاته، بعض اخواتنا الله يدين ما يرسل المرأة الا الحاجات دي، ما عارف انا الحاصل شو، الزوجه الثانيه والثالثه والرابع انا ما، لكن انت تتزوج الله اعلم. ولا كيف يا عم؟ الموضوع ده طويل ومشاكل كثيره جدا يا اخي، تزوج تعال سوق في نص الناس انت وملبسه تمام وكذا، وامشي تونسوا وكلوا تفاح واشربوا عصير كذا بامور محترمين، لكن ذاك لا لا جكاكه ما فيش. بعدين غض بصرك، والله يا جماعه ده من الاسباب غض هذا الطرف. قال ابن القيم في الفوائد: أخطر شيء على السابح فتح البصر. وقال ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين قال: كم من نظرة أهلكت صاحبها، واحد بس، قال: ينظر إلى امرأة فتعجبه فيتعلق قلبه بصورتها بصورتها فيذكرها، وهكذا وهكذا حتى تهلكه حتى تهلكه. كثير من الشباب صلاة تلقى في الجماعة خمسة وكاد قرآن ده يقرأ، يصلي بالليل تلقاه يتكلم في التوحيد، لكن تلقى في البصر تعبان كثير. أدعى الله وأملى بصرك ده بالطاعة بالقرآن ده، واعلم أن هؤلاء واعلم أن هؤلاء إنما هم فتنة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كل امتحان يا أخو دي فتنة وبتزول عاجلا أو آجلا، شايف الزخارف والأشياء دي كلها بتزول يا جماعة، الناس ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، والناس تتذكر الآخرة، ده من الأسباب، والناس تلازم القرآن كما ذكر قبيل أخونا الشيخ أبو بكر حفظه الله تعالى في سورة الفرقان، قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كثير من الشباب اللي بيستقيم يا جماعه بينحرف لانه ما عنده شيء من الطاعه، ما عنده، بس اسمع في محاضره يجي، في مناظره يجي، في شنو يجي، خلي عندك ورد من العباده، وان كان ده برضه خير جيته ده، لكن خلي عندك ورد من العباده. ما يعقل، انا والله بتعجب كل العجب والتوفيق من الله، زول تلقى مستقيم 10 سنوات والقرآن ما في صدره، دار يحفظ 200، 10 سنوات يا أخي. ناس كتار كانوا معانا في داخلية مدرمان في الجامعة، بعضهم يقرأ طب في الإجازات يحفظ القرآن، دورات الحفظ الدورات العلمية وغيرها يحفظوا، تلقى الواحد بيقرأ طب وحافظ القرآن في صدره، ده تلقى 10 سنوات. ولكن انا عرفنا الدعوة دي 2009 وعرفنا الدعوة دي 2000 وشنو، واسي كيف 10 سنوات
حافظ كم جزء؟ الله يا الله، التجارة دي خطرة خطرة. ده لو بيختم بس، لو كله بس أسبوعين، كل يوم بيقرأ جزئين، كل أسبوعين 15 يوم، 14-15 يوم بيختم بس. ده بعد 10 سنوات دي ما بكون حفظ؟ 10 سنوات بكرر فيه، 21 سنة، 31، أخي اقرأ لو في اليوم نص صفحة بس بتحفظ. لو بتخش بتنزل زي الحزيفة مصحف تسمع بس، سماع سماع ده من أسباب الرحمة بالمنى، الله بيرحمك به، يثبتك ويوفقك ويرحمك. والكلام ده ذكره شيخ الإسلام تيمية في الجزء ده ذاته 11، قالوا بعض الناس بيميل للسماع، تلقى بتاع أناشيد بتاع تغبير بتاع طبول وأشياء وكذا وكذا بتاع سماع، قال وجاب كلام الإمام الشافعي في ذم هؤلاء وشنو شنو، قال وكان الصحابة يستمعون إلى القرآن، وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري ذكرنا ربنا فيقرأ القرآن وهم يستنيتون، وقال ده من أسباب الرحمة، آية طوال بنقرأ، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم شنو ترحمون. تعرف الاستماع ده وتركز فيه ده من أسباب الرحمة، الله برحمك به. وأنت تلقاه ما عنده علاقة بالقرآن، تلقاه حتى في الدين عنده مزاجات، داري البدع ودار شغال لك، ليس الغريب غريب الشام واليمن، أوه كبكي، إن الغريب غريب اللحد والكفن، تلقى بتاع أناشيد واحدين بتاع حماسيات لما يمرقوها في داعش وفي وين وصومال وين وين وين، ويمرقوها بغادي بيجاي في سوريا ويمشوا بيجاي وين 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 ليبيا، وصايم كلها في النهاية أناشيد. والله هنيئا أيها البطل لفقدك تدمع المقل، لئن ناءت بنا الأجساد فالأرواح تتصل. اتصلوا رن ولا كيف؟ كلها خدعوا الناس يا أخو، جابوا لنا أناشيد ألهون عن كتاب الله، والله الذي لا إله غيره. ده قال ابن تيمية رحمه الله في هذا الجزء 11 ده، قال هذا القرآن تلاوته واستماعه قال فيه فوائد في القلب وفي البدن، وفي البدن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. خليك مع القرآن يا أخ، أقرأ وتدبر، خلي عندك ورد منه واجتهد في طاعة ربك سبحانه وتعالى. وكما ذكر الإخوة صاحب الصحبة الصالحة يا أخي، أي صاحب بتقعد معه لا بتفيد إنت في الدين ولا هو بفيدك في الدين ولا بتستفيد منه في الدنيا، قد ناس اثنين في جامعة يكونوا بيقروا سوا ولا إنت بتفيد ولا هو بفيدك، ما تضيع زمنك معه. لو الناسين ديل كتار والله يجروك ونزا 3 و4 ساعات وحركات، مرة يغمت لك عيونه، مرة يسوي لك كيف، مرة يجيك بغادي كيف، والناسين بلد دي زلنانا لفيتها، والناسين واحدين ينططوا في الونس ويقوموا ويلفوا ويضحكوك كذا، شفت يكيفوك بكرة زهجان تاني تجيهم، كلها خصم من عمرك، كلها خصم. لكن الصاحب ألو فلان الليلة في محاضرة كذا، أيوة ألو فلان كيف حالك، والله يا ما عندي مشكلة، مشكلتك شنو كذا كذا، يجي يثبتك، الدنيا دي زائلة والدنيا دي كذي كذي، بالراحة روق مشكلة بتتحلى. واحد كذي ألجأ لي الله، اثنين شغلة دي نمشي ونديم بيجاي ونجاسب وكذا كذا كذا، والشغلة مشت ووك اتحلت المشكلة، يقف معاك زول يكون زول خير، زول تستفيد منه ويستفيد منك، تذكر بالله ويذكرك بالله سبحانه وتعالى. خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. ويا جماعة الناس تكثر من الدعاء، من الدعاء، والله من أصدق كلمات دين الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هسه كلنا نحن عارفين سبحان الله والحمد لله في صحيح مسلم تملأ ما بين السماء والأرض، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، حديث حسن والباني من رواية أبي هريرة، لك بكل واحدة منهن شجرة في الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وبعد ده من هنا تنتهي المحاضرة. لما الواحد يصل بيته فيه مبدأ، واحد فيه رام الله، واحد فيه وين، واحدين في الجزيرة، جو ممكن من هنا ليه بيته تلقى قاعد بس مسهي. سبحان الله، ما يقول لأنه توفيق. شو تسأل الله طوال، توجه لي الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وآخر نقطة أنا أختم بها جماعة، أقرأ في سير هؤلاء الصحابة والتابعين، وأقرأ في سير الأنبياء والرسل، شوفوا الناس ذي كانوا كيف، شوفوا حياتهم كانت كيف، شوفوا كانوا مرتاحين كيف، شوف الله رفعهم كيف في الدنيا دي، وشوف ما أعد الله تعالى لهم في الآخرة. الدنيا دي على زوال. وأقرأ سير والله فيها الشحذ للهمم. ناس يا أخي، ناس أخيار، ناس الزول بيقرأ تلقى زي مثل أبي عقيل رضي الله عنه، زول 13 ضربة في مقتل وبعد ده يحبه وشيل سيفه بيده اليمين وقاتل يقاتل. قال ابن عمر في اليمامة: فرأيته قد قطعت يده من المنكب، كذب عظمة جد الشمال يعني، وماسك باليمين فألقاها قطعوها له، وأخذ يقاتل حتى سقط على الأرض. شو نادر ثبات على الدين، نحن أسي ولا شوكة ما طعنته. فت بعد يومين ثلاثة، وين فلان؟ يقول لك والله انحرف. ماله؟ الله يقول لك لمت فيه واحدة الطريقة، واحد معنا في الفريق التغام. بعدين هو برحك علي قال لي مشيت وكذا، قال لي هذول البيت، قال لي اتصلت بي خطيبتي، قلت لها هوي والله انا جبت شغل بعد ده جديد في شنو، قالت له يا فلان وحكى لي، قال لا والله ان شفتيني اول شيء بنطلون جدعته لبست جلابيه والدقن وبقيت شغلتي خطره، اخوه تناول التلفون منه، يا فلانة اقفلي سريع، والله زول ناس بيقول لك التلفون حرام، شغله دي كتمت بعد. قالت له بتنغب، قال لا خلاص طق قفل طوال ما جلنا زول. قال لي يا زول هوي ده حبل بجرني بعد ده، قال لي تاني برجع الشغله غير المره دي يعني. بعد ده كان استغامت وكذا، وهنا انا بمشي بتزوج ومريب تمشي لكن عداه ونسى وعديه شنو تلفونات وبلاوي ومشاكل والى اخره والواتساب وعامل فيها شغال هنا واشياء كثيره جدا. ابعد من الفتن دي، ابعد منها بعيد جدا بعد المشرقين، خليك مع الصحبه الصالحه. واقرا سير ديل وعقيل، قال لك في الموت اخر رمق. قال فجاء ابن عمر قال يا ابا عقيل كيف انت؟ قال فنظر اليه فتكلم بلسان ملتاف، ما قدر يتكلم خلاص والدم سائل واي شيء. قال لمن الدبر؟ ها قال للي اتغلب منه. قال ابشر قتل مسيلم عدو الله. قال فرمق ببصره السماء، خلاص نفسه ماري، فرمق ببصره السماء ورفع اصبعه السبابه وقال الحمد لله، ثم فارق الدنيا. فالناس ديل في الالم والشده عارفين عايشين لشنو. تقرا يا اخ في سير زول يا اخ تلقاه يصلي الضحى، زول تلقاه يصلي بالليل، السير دي بتقويك بتقويك. زول تلقاه مجتهد في العلم زي ابن مسعود، واحد تلقاه مجتهد في الجهاد زي خالد بن وليد رضي الله عنه، واحد تلقاه مجتهد في الاحسان الى الناس زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحد تلقاه شجاع زي حمزه، واحد تلقاه عابد بالليل يصلي ويقرا القران وتتنزل الملائكه لقراءته زي اسيد بن حضير رضي الله عنه، واحد يموت اهتز العرش زي سعد بن معاذ، واحد يمشي المدينه يسلم على يد كبار الناس وعظماء زي مصعب بن عمير، واحد تلقى به جاي، واحد كذا. السير دي بتقرا بتشحذ الهمم في السير الى الله تعالى. نسال الله الثبات للجميع. والناس يا جماعه تلف المساجد دي تخش تبلغ الشباب، ناس دي رايحه لا درب ما عارفين يقبل وين، راس ضرب والله الذي لا اله غيره، وجربوا اي شيء فضل الدين ده، حفلات واي شيء جربوه. نسال الله يرد الجميع الى الحق.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. وفي ختام هذه الكلمة نشكر الله أولا وآخرا، ثم نشكر أهل هذه الديار الذين فتحوا دارهم لهذه الدعوة، وهي دعوة الحق يا جماعة. أنا والله ما بندعو لنفسنا، ولا تبقوا مع فلان ولا علام من الناس، أبقوا مع الحق. براكم شقوا الدري ناس مستستغيم وكذا، والناس ذي أهل الديار ذي نسأل الله يتقبل منا، ونأخونا أحمد عمر وغيره، ووالد ووالدة وغيره من أهل هذا البيت وهذه الديار. نسأل الله يتقبل من الجميع. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.